بعد أن كانت بورصة الكويت على موعد مع العديد من المحفزات هذا العام، اجتاح فيروس كورونا بتداعياته العالم ومنها الكويت ليحرم البورصة جرعة منتظرة من المحفزات ويضعها تحت خانة التأجيل إلى أجل غير مسمى. حقيقة مسألة التأجيل كانت بمثابة الصدمة المتوقعة، بحيث أن مسألة عملية الترقية كانت ستأتي بمبالغ كبيرة، والكل كان ينتظر هذه المبالغ، وهناك من استثمر على هذا الأساس، على أساس أن هناك مبالغ ستكون في شهر مايو أو في شهر يونيو من هذا العام. لكن مسألة التأجيل وفق ما هو يعني حاصل في دول العالم هي مسألة تقديرية. بداية أجلت MSCI ترقيتها لبورصة الكويت إلى نوفمبر المقبل. بعدها أعلن بيت التمويل الكويتي تأجيل استحواذه على الأهلي المتحد لشهر ديسمبر، فيما أعلنت كل من شركة بورصة الكويت وشركة شمال الزور الأولى ولاند العقارية تأجيل إدراجاتها في البورصة. لا، حقيقة مثل ما حصل من تأجيلات أو سواء للإدراج أو الاستحواذ وكذا، كان لها وقع أو أثر فقط بداية الخبر، صدمة بداية الخبر، أما بعد ذلك نجد أن الأسهم تعود إلى حالها. وعلى عكس التوقعات السابقة بأن العام الجاري سيكون عام الإدراجات والاستحواذات في بورصة الكويت، فقد تسببت أزمة كورونا في وقف خطط الإدراجات للشركات الحكومية والخاصة لحين انتهاء الأزمة. يبدو أن عودة المحفزات إلى بورصة الكويت مرهونة بانتهاء أزمة كورونا التي تكبدت على أثرها خسائر سوقية ب9 مليارات دينار منذ مطلع العام الجاري. من الكويت، خالد كبي، سكاي نيوز عربية.